ما بغيتش داكشي طلع فوق القرايه فوق القرايه فوق القرايه انا معلم كاع ما كنعرف نتلون سدي تخرج على الاطاع. A few moments later يمكن نرتاح ندمت على شرابيش اللهم حياة موظف نتسنى لا نابيك بغيت غير السهر شاد لقطة واحدة في فيلم حياتك كتعاودها نهار على نهار لدرجة انه دماغك تعود عليها وبالنسبة ليه صافا تما كتنحصر الحياة تما كينحصر الكون تما كينحصر الكون تما كينحصر الكون تما كينحصر الكون تما كينحصر الكون. والزعما لي في دو ديبرسيون اللي دخل فيها في غوشير مؤخرا يقدر يخلي بنادم في الاول يقول هضره ومن بعد يجي يقول العكس ديالها. هادشي اللي غنعرفو في هاد الفيديو من قبل وكيف العاده بغيت الماكس لايك الماكس بارطاج ونبداو ليتس جو. دق دق شكون واش عرفتي شكون جا يمسي بوصما يا صرما وبيجي بونجامي مسكين يا افاء هادي حالات وضرا ما كيبدلش اللون الا تبدل عفوت برونزا واخا عارف باللي ستاتي ما كتجيبش الفيوز بلا ما تحاول تسبق معايا احسن لك صغير اللوز 3-0 في تاريخ الراب غتبقى ديما ذكرى خيبي لوراسك دير بالحق ما فيه حتى فكره. فيغو شين اي دو غوتور بعد 5 شهور ديال الغبر. اخر تراك كنلاحو هو تراك فو ديبار واللي كان باين المعنى ديالو بان ان فيغو شين كان غير راضي على لا مانيير اللي دخل فيها لا سين ديال الراب المغربي. فيغو شين قبل كان خرج فواحد اللايف وقال باللي خدام على البوم واللي بغاه يكون حقيقي وكان كاع انونسا باللي هاد الالبوم غادي يخرج في شهر 6 من العام اللي فات ولكن شاءت الاقدار بيان سور ان هاد الالبوم ما يتلاحش طلع بلاصتو فقط تراك اللي هو فو ديبار. ملي سولوني على الالبوم قلت لهم راه عندي القطار قطار عندي القطار هيكم عندي القطار عندي القطار القطار القطار. من بعد مؤخرا غادي نفهموا في ستوري من ستورياتو باللي فيغو شين كان دخل في ديبرسيون ولكن دابا الامور راه مزيانه وهادشي راه عادي يقدر يوقع لاي واحد فينا. كتجيك واحد لا بيريود واحد الفتره اللي كتوضر فيها لا بوصول تتولي ما عرفش راسك كاع انت شنو كدير هنا. مي بون فيغو شين رجع وبان في واحد البروجي ديال واحد الساط واللي كيبان عشيرو من شحال هادي حيت شحال مره هضر عليه في الانستغرام ديالو في اللايفات ديالو. هاد الدري الاسم ديالو يزيد ماشي هذا ولكن هذا حيت ازيد فيه دار معاه فيتشرينغ في البدايات ديالو. يزيد هو دريري اللي ما باديش الراب قديم ولكن اللي كيميزو هو طريقته في الراب سيرتو المواضيع اللي كيربي عليها غالبيه كتكون صوت شي مونتاج. والبروجي اللي غندويو عليه هو الفيتشرينغ اللي جمعت فيغو شين بيزيد في تراك مرتاح اكستريم الاو بي ديال يزيد واللي سميتها اصل. اول حاجه بغيت نشرحها هي الكوفر ديال الاو بي حيت عجبتني كيبان فيها يزيد في الوسط ضرب حطه اداريه تكستيره وراسو كيدور بحال المريد المكانه ما عارفش واش يتبع اليد اليسرى واللي ماده ليه الموسيقى وهذه الطريقه اللي فيها الريسك وما معروفش لافونيغ ديالها واللي تبع اليد اليمنى واللي ماده ليه غون تاكس جو كخوا هنا قصد بها طريق الخدمه الوظيف طريق الفياق مع 8 الصباح ويرتاح. واخا وانا كنسكريبتي فهاد السطر تفكرت واحد خونا اللي قال لهم في لي كومونتير دعموني حتى انا باش ما نبقاش نفيق مع 8 الصباح. خاصك تعرف اخي او اختي انه كاين اللي كيفيق مع 8 الصباح باش يجيب الدرهم وكاين اللي ما كينعس حتى 8 الصباح باش حتى هو يجيب الدرهم كلها وفين كيرتاح كيسيون دو فولونتي. اللي غادي نقول لك هو بغي داكشي اللي كدير حتى يجيب الله ودير داكشي اللي كتبغي. نرجعوا للتراك التراك كيبدا بالكوبلي ديال يزيد واللي كيحط فيها الكوستيم ديالو هادشي كيف ما قلنا كيعبر على الخروج ديالو من المنطقه اللي كيسميوها شي وحدين المنطقه الامنه الكونفورت زون واخا هي في الحقيقه هاد المنطقه ما كونفورت ما والو هادي فقط منطقه ديال الانسان اللي كيقلب على السهله باغ اكزومبل باش ما يصدعش راسو هو كاع كيمشي له راسو في شي خدمه واخا هو ما باغيهاش موظف تيبيك. المهم في الاول كيحس براسو مرتاح مستقر سعيد كاع ولكن بيان سور داكشي غير بيريوديك مع مرور الوقت كيولي يحس بالملل ولا مونوتوني في الحياه وبالتالي ما كيبقى والو من داكشي كيولي هو ما راضيش على راسو. هادشي اللي كيخليه يولي يقلب كيفاش يخرج من الكامفورت زون للبانيك زون زون اللي غيتسطح فيها مع مطبات جديده مع واقع جديد مع صعوبات ومشاكل جديده ولكن اخوتي راه هنا حلاوتها هذه هي الحياه. بيان سور هنا كنهضر على داك الانسان العاقل واللي عنده شويه ديال النفس اما اللي ما تفيه النفس فراه داك عنده كي الكامفورت زون كي البانيك زون. اصلا الا سولتي غيقول لك ما ساكنش هنا كاع شاد لقطه واحده في فيلم حياتك كتعاودها نهار على نهار لدرجه انه دماغك تعود عليها وبالنسبه ليه صافا تما كتنحصر الحياه تما كينحصر الكوكب. هاد الزاويه اللي كتبقى حاصر راسك فيها هي ما يسمى بمنطقه الراحه.
هذا كان اكستريم من فيديو رائع اليوتيوبر ديالنا الرائع واللي انا شخصيا كنفتخر به خويا ايوب القلعي واللي شرح بطريقه زوينه كيفاش الكامفورت زون وكيفاش تخرج منها. هذا شكرا خويا ايوب على اللانس راني شريتها بما ان شاء الله تجيبها المناسبه وتفورمينا شي شويه في الكالر جريدين وفي اللايتين. فهاد الكوتيرا الدعوه عندنا شويه ناقصه، سيروا عنده هجموا عليه وقولوا ليه من عند اختكم فاميليا. نرجعوا للتراك. يزيد تالف وحاير ما عارفش واش يتيق في راسو يهضم ويريسكي في الدومين واللي بيان سور عامر بساوس وما واضحش فيه المستقبل، واللي كمل في الكامفورت زون واللي بان انه بغى يخرج منها ملي علق الكوستيم ديالو. درتو فاش حط ديك الصندوقه الصغيره عنده في الطوموبيل لور وداها معاه. الصندوقه تقدر تعبر على ديك لابواطا ميرفي، لابواط اللي دير فيها كاع الاحلام ديالو، كاع داكشي اللي بغى يدير ملي كان صغير، ماشي داكشي اللي بغاه هو والديه يدير او لا المجتمع. ندوزو دابا لفيكوشي الاخ اللي ما بقاش عارف راسو شنو غادي يدير من بعد ما لقى راسو مشهور. دريري ولد افران، مدينه اللي مكالميه بجد وسط عالم اللي عامر بالمساوس والصداع. هادشي اللي عبر عليه فيكوشي هو جالس قدام داكتيلو ما عارف شنو غادي يطابي، تالفه به الحياه. من بعد فيكوشي كيبان كيهضر مع راسو، مع فيكوشي ديال شحال هادي، فيكوشي ديال ديك الطربيشه العجيبه، فيقول لي كامل اسبوار و انرجي، فيقول لي كان اوبتيميست في الحياه. فيكوشي الشخصيه اللي كانت كتكذب على راسها باش دير داكشي اللي بغات قدام الرفض ديال والديه والمجتمع. فيكوشين في هالطراك كيبان كيقتل في راسو ديك الشخصيه القديمه، كيقتل فيكوشين القديم، كيطلب من الام ديالو السماح ونادم هو علاش كاع بدا الراب، ما كرهش هو غير خدمه موظف ويتهنى ويرتاح. نرتاح ندمت علاش رابيش اللهم حياه موظف نتسنى لا نابيك. بزاف منكم هنا اللي شافوا واحد النوع ديال التناقض، ضيو راه حتى هو قال على فيكوشين القديم كذاب. عرفك كذاب واخا هكا كانتيغ لا طلع لي شي نهار لوريقات المليون. البلان هنا هو ان فيكوشين خاف من الامباكت ديالو على لي جون، على المراهقين، على الناس اللي متبعينو، حيتاش اخوتي في ان سيغطاناج راه كيكون صعيب على الواحد انه يتخذ قرارات مصيريه في حياته. باغ اكزومبل ما يمكنش واحد مراهق يحكم على حياته حيتاش من بعد يقدر يكبر ينضج ويعرف راسو باللي كان غلط. الوغ ضروري من تدخل الوالدين ديالو، ضروري من التاطير ديال الناس اللي كبار عليه واللي فايتينو بالتجربه. فيكوشي كيف ما قلت لكم ما بغاش يديدنو بشي واحد على رقبته. الصراحه البلان ديال هالتراك والميتافور اللي فيه زوينه، كيفاش الانسان يعيش مرتاح، كيفاش ان يزيد تخلى على طابله المخزن على الخدمه باش يريسكي في عالم الموسيقى واللي ما عارفش لافونيغ ديالو. وفي المقابل عندنا فيكوشي اللي هو اصلا مشهور في الموسيقى ولكن ما مرتاحش لدرجه ولا كيقول انني بغيت غير السهله، كايحاء منه باللي حتى الموسيقى راه ما سهلش. وباش نديروا الريزومي لهذا الشيء كامل غادي نعطيكم الراي ديالي في هذه المساله ديال الراحه واللي متعلقه بالتراك. نصيحتي لكل شاب وشابه، بعدوا على الرتابه في حياتكم، تقتلش راسك بالروتين، قلب على الحاجه اللي كتبغي وتقاتل من اجلها. بيان سور غادي تلقى صعوبات، غادي تلقى عراقيل، غادي تلقى ناس اللي غتوقف في جنبك وغتلقى ناس اللي ما باغيالكش الخير، ناس اللي ضدك، ولكن بالاصرار راه غتوصل للهدف ديالك ان شاء الله. وملي غتوصلوا غتحط قدامك اهداف اخرى وغتقاتل عاوتاني من اجلها. غير نوصيك ملي توصل للهدف ديالك كافئ راسك، فرح بالنجاح ديالك باش تجدد فيك طاقه اللي تحط عاوتاني اهداف اخرى وتعاود السيناريو عاوتاني، تقاتل من اجل الوصول لها وهكذا، ما تتبقاش ديك المونوتوني. وديما عيش الايجابيه وبعد على السلبيه والناس السلبيين، بهكذا غتكون راضي على راسك وبليز اوموا غتعيش مرتاح. نتمنى لكم الراحه في حياتكم. كانت معكم فاميليا، واللي وصل معايا حتى لهاد النقطه ضروري ما دير لايك، الا كنتي مازال ما تابونيتي تابونا في القناه وتسناو فيديو جديد، والسلام عليكم.